صوتا عمل الآن على الانتقال إلى الخبر الثاني والذي سيقودنا إلى الوداد الرياضي ومؤيد اللافي. أظن الخبر الثاني يخص الوداد الرياضي ومؤيد اللافي. إخوانا كما فاش أنه في ذلك شأن يعني مواطني سند بن سعود محمد الوفلي، فمؤيد اللافي إن شاء الله فمسؤولو نادي الوداد الرياضي باشروا اتصالاتهم مسؤولي وزارة الخارجية المغربية من أجل يعني استفسارها حول إمكانية عودة مؤيد اللافي ديال المغربية في يعني في الأيام القليلة القادمة. وبالتالي فضل إخواننا الكرام، ف يعني استقر رئيس مسؤول نادي الوداد الرياضي في نهاية المطاف على ضرورة أن يلتحق مؤيد اللافي بالديار المغربية عبر رحلة غير مباشرة، أي عبر الانتقال في بداية الأمر إلى بلد يعني لم يتم إغلاق مجال جوي وإياه قبل الحلول إن شاء الله بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وبالتالي فمؤيد اللافي إخواننا الكرام فشأنه في ذلك يعني شأن سند مسعود محمد الوفلي ولكذلك فابيس نكومو ولكذلك بيل مالونغو، فجميع هؤلاء اللاعبين أو جميع اللاعبين يعني الذين الذي طالهم يعني قرار المملكة المغربية القاضي بإغلاق المجال الجوي، فجميع هؤلاء اللاعبين إن شاء الله إخواننا الكرام سيحملون الديار المغربية عبر رحلة غير مباشرة أي عبر الانتقال. كذلك سايمون سوفا، فبدور سيمون صوبا أظن سيأخذ سيمون صوبا سيشد رحلات نحو 3 بلدان قبيل الحلول بالديار المغربية، 3 رحلات غير مباشرة يعني هي ومجموع ما يعني الرحلات التي سيشدها إن شاء الله سيمون صوبا قبل الحلول بالديار على التعريج كما عودناكم نحو الخبر القادم والذي سيقودنا إلى قرار حازم من مسؤولي نادي الوداد الرياضي. فاخواننا الكرام فجنوب افريقيا تعيش على وقع تردي كبير في مسار تطور فيروس كورونا. فاخواننا الكرام ف جنوب افريقيا البلد الوحيد الذي عرفته سلاله من 10 طفرات، وهي البلد الوحيد الذي تم تسجيل يعني هكذا نوع من انواع فيروس كورونا، بحكم ان هناك الفيروس المتحور الذي ظهر في بريطانيا ومجموعه من الدول الاوروبيه، وهناك يعني فيروس من 10 طفرات. البلد الوحيد الذي ظهر في هذا الفيروس من 10 طفرات هو جنوب افريقيا. وفي هذا الصدد اخواننا الكرام فاداره نادي الوداد الرياضي قررت على الا تسمح ولو لعضو واحد ولو لعضو واحد ولو لعضو واحد يعني لن تسمح له في مغادره المركز التجمع التدريبي للفريق الاحمر استعدادا لمواجهه كايزر تشيفز الجنوب افريقي. فرغم على انه اداره نادي الوداد الرياضي او البنزرتي فوزي يعني استقر رايه في وقت سابق على الاعتماد فقط من على تشكيله من اللاعبين الاحتياطيين بالاضافه الى بعض لاعبي فئه الامل، لكن برغم من ذلك فاداره نادي الوداد الرياضي الفريق ان شاء الله من المنتظر على ان يشد رحاله صبيحه يوم غد الثلاثاء نحو جنوب افريقيا، فقررت على ان لا تسمح لاعضاء بعثة نادي الوداد الرياضي في مغادرة مقر الإقامة نهائيا، حكم على أنه جنوب أفريقيا هو الدولة الوحيدة التي ظهرت فيها الفيروس كورونا المتحور من 10 طفرات، وليس فيروس كورونا المتحور يعني العادي الذي ظهر في مدينة الداخلة أو في بريطانيا أو في الهند أو في مجموعة من الدول الأوروبية، بل على عكس من ذلك فيروس كورونا أشد فتكا وأشد خطورة. فيروس كورونا من 10 طفرات ظهر في جنوب افريقيا حديثا اي في الاسابيع القليله الاخيره، وهو ما دفع بمسؤولي نادي الوداد الرياضي الى اتخاذ قرار حازم، قرار يعني يمنع كل اعضاء بعثه الفريق الاحمر من مغادره مقر اقامه الفريق قبيل موقعات كايزر شيف الجنوب الافريقي. الفريق الجنوب الافريقي سيعمل على تحقيق النقاط الثلاث، نقاط ثلاث كفيله بان تعزز يعني مكانته في الصف الثاني، وقد تمنحه او قد يعني تساعده في اقتناص بطاقه العبور الثانيه في دور في مجموعه نادي الوداد الرياضي، بحكم لانه كايزر تشيفز حقق الاهم في المباراه السابقه، بالتالي في انتظار على ان يحقق 3 نقاط ثمينه لا قدر الله على حساب نادي الوداد الرياضي. وبالتالي فالوداد يعني سعى في وقت سابق مسؤوله الى عدم المجازفه الى عدم يعني اثقال كاهل اللاعبين، وقرر فوز البنزرتي في نهايه المطاف الاعتماد على تشكيله من اللاعبين الاحتياطيين معززه ببعض لاعبي فئه امل نادي الوداد الرياضي. فئه امل نادي الوداد الرياضي اظن على انه الامر يختلف
مقارنة بالمواسم السابقة، ففئة أمل أو جميع الفئات السن الرياضية تعيش على وقع طفرة نوعية، طفرة نوعية، فجميع الفئات أظن أنها باتت بوضع جيد. لا العمل الذي يعني يبصم عليه عبد العزيز الحسوني، ولا كذلك أبو جمعة قصاب، ولا مجموعة البطولة الوداديه، أثناء أكلها في الأسابيع القليلة الأخيرة، أظن أنه جميع الفئات السنية النادي الرياضي في وضع جيد والحمد لله. كان هذا كل ما وأما لدي بين إخواننا سنتين الكرام، فقط إخواننا الكرام، أجل أن لا يسقط هذا الخبر سهوا من ذاكرتي. ففيما يخص نادي الوداد الرياضي، فسعيد ناصري رئيس نادي الوداد الرياضي كان قد وعد اللاعبين قبيل مباراة الديربي بمنحة مالية تناهز 4 ملايين سنتيم من أجل تجاوز نادي الرجاء الرياضي، لكن في نهاية المطاف فالمنحة المالية تم تقليصها إلى مليوني سنتيم، مليوني سنتيم هو ما تقاضاه لاعبو نادي الوداد الرياضي نظير تحقيقهم للفوز في مباراة الديربي أمام شقيقهم نادي الرجاء الرياضي. لماذا تم تقليص المنحة؟ تحت داعي إخواننا الكرام الأزمة المالية الخانقة التي يجتازها نادي الوداد الرياضي في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي فلاعبو نادي الوداد الرياضي لم يترددوا ولم يتوانوا في الموافقة على طلب إدارة الفريق الأحمر الرامي إلى طبيعة الحال ترشيد النفقات وإلى عدم إثقال كاهل خزينة الفريق. بالتالي فالصدد إخواني الكرام لاعبو نادي الوداد الرياضي وافقوا في نهاية المطاف على تقليص منحة الديبي من 4 ملايين سنتيم إلى 2 إلى مليوني سنتيم فقط. ياسر أبا الآن على الانتقال إلى الخبر القادم. الخبر القادم إخواني الكرام سيقودنا إلى الجمع العام لنادي الوداد الرياضي. فإخواني الكرام فيما يخص الجمع العام لنادي الوداد الرياضي، فقد تم الاتفاق على أن يتم تأجيل الجمع العام إلى غاية نهاية الموسم الحالي، حكم على أنه الظرف هي لا تسمح بأخذ جمع عام، يعني جمع عام حضوري. بالتالي فمسؤول نادي الوداد الرياضي يعني في طريق من نحو إرجاء أطواف جمع العام إلى غاية نهاية الموسم الحالي، بحكم على أنه الظرف هي لا تسمح بأخذ جمع عام حضوري، وبحكم على أنه الفريق الآن في حاجة ماسة إلى البحث عن إيرادات مالية جديدة، إيرادات مالية كفيلة بأن تنهي الأزمة المالية التي يعيش على وقع نادي الوداد الرياضي. فالوداد ليس بوضع جيد كما يخلو البعض، الوداد بدوره يعاني من أزمة مالية خانقة بعد قرار المملكة المغربية بإغلاق يعني بعدم فتح مجال أمام الجماهير لولوج ملاعب رياضية. بالتالي فالوداد بدوره يعاني الأمامة إخوان الكرام من تداعيات تفشي وباء كورونا. بالتالي فالصدد إخوان الكرام فالفريق يبحث كل الطرق الممكنة على ضرورة تدعيم خزينته المالية عبر التوقيع مع مستشفيين جدد، وهذا أظن على أنه الوداد مقبل في الأيام القليلة القادمة على توقيع مجموعة من عقود الاستشهار الكفيلة بإنهاء الأزمة المالية التي جرى الوداد في الأسابيع القليلة الأخيرة، أزمة مالية جزاء نادي الوداد الرياضي وأرخت بظلالها على منحة الديربي. فالمنحة التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا هي 4 ملايين سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى مليوني سنتيم بعد موافقة اللاعبين. أخوانا الكرام،